هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم شابين بهذه الرسومات وكامل. إذا مرحبا بكم يا أطفال، كما اتصلنا بكم بالهاتف وجيتوا حضرتوا معنا، أنتم تاني أعزائي الأطفال اللي راكم تشوفوا فينا، ما عليكم إلا توجهوا للإنترنت موقع عمويزيد.com وتسجلوا بهذه الطريقة باش تحضروا معنا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذا لما تسجلوا يا أطفال نطلب منكم شوية الصبر لأنه التسجيلات كثيرة وأحبائنا الأطفال بزاف حابين يحضروا معنا. حنا تاني حبيكم كامل جو، ولكن شوية تاع الصبر وراح نتصلوا بكم كامل يا أطفال. في هذه الفترة هذه كاين مناسبة مهمة 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 جدا، هو اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون. تعرفوا طبقة الأوزون؟ هي الطبقة اللي تحمي الأرض، اللي حول الأرض تحميها من الأشعة الضارة. إذن هي مهمة جدا، وكاين بعض المواد اللي تضر هذه طبقة الأوزون. إذن في سنة 1994 بمدينة موريال بكندا، كل دول وقعوا على اتفاقية أنهم ينقصوا ولا ينحيوا كامل هذه المواد الضارة بطبقة الأوزون. يا أخي، وأنا من بعد راني ندير لكم أغنية مفاجأة لهذه المناسبة هذه. في بداية كل حصة كالمعتاد نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ تحبش الألغاز؟ شوية. إذن الألغاز، عاد انتم قاعد تحبوا الألغاز، لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهربون منه إذا حضر؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهرب منه الناس إذا حضر؟ دكور. إذا فكروا فيه لغاية نهاية الحصة أنتم والأطفال اللي رم يشاهدوا فينا، وبإمكانهم الإجابة على اللغز عن طريق موقعنا الإنترنت بهذا الشكل. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم وزملائنا الأطفال لم يشوفوا فينا، وأنا رايح نطلب من إكرام أنها ديرنا بحث عن شخصية مهمة في تاريخ كفاح الجزائر. إذن راح نتعرفوا اليوم على المرحوم محمدي السعيد. تفضلي تفضلي إكرام. مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد محمدي السعيد. محمدي السعيد من مواليد 27 ديسمبر 1912 بضواحي الأربعاء ناثرة بولاية تيزي وزو. التحق بثورة التحرير الجزائرية سنة 1954 وأصبح يعرف بسي ناصر، وكان له شرف المشاركة في مؤتمر صومام حيث عين عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية. في سنة 1958 عين مسؤولا عن لجنة التنظيم العسكرية، واستدعته الحكومة الجزائرية المؤقتة لتولي قيادة الأركان في أكتوبر 1958. في بداية الاستقلال كان وزير دولة في الحكومة المؤقتة، ثم عين عضوا في المكتب السياسي، ثم نائبا لرئيس الجمهورية، ثم وزيرا للمجاهدين وضحايا الحرب في سبتمبر 1962، ثم عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. في أفريل عام 1964 تم تعيينه كعضو بمجلس الثورة،
وبعد أحداث 5 أكتوبر عام 1988 اجتمع إلى الرئيس شادلي بن جديد رفقة الأخضر بن طوبال وآخرين ليقدم عريضة تحمل توقيع 17 مسؤولاً سابقاً في جيش التحرير الوطني الجزائري للمطالبة بعقد ندوة وطنية لتحديد مفهوم الإصلاحات الديمقراطية. وتوفي رحمه الله في 6 ديسمبر عام 1994. شكراً 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 إكرام، شكراً 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 إكرام. إذن يا أطفال، وش هي الحاجة اللي لازم نحميها بالتشجير؟ تعرفوها؟ لماذا نقوم بحملة التشجير؟ ماذا نحمي؟ نحمي الأرض. الأرض. واش نحمي؟ البي. واش نحمي؟ واش نحمي؟ المدينة. المدينة حتى تكون جميلة. البيئة. البيئة. برافو. اسمك بنتي؟ ليلى. ليلى، وين تسكني؟ في بوروبا. في بوروبا. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. إذا عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، وش حبي تقولي؟ أغنية. أغنية تاع البيئة، تغني معايا؟ يلا نغنوا كامل مع بعض. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. يلا تغنوا كامل. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا. نقوم بحمل التشجير ونلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. نقوم بحمل التشجير نلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. نحميها تحمينا. النظافة من الإيمان والإيمان من النظافة. صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة. النظافة من الإيمان والإيمان من النظافة. صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة. نمحي ظلمها بألوان حتى تبهى وتصفى. نمحي ظلمها بألوان حتى تبهى وتصفى. نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا لو نحميها تحمينا. بيئتنا تعاني كثير حمايتها لينا سطرا نحارب شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة. بيئتنا تعاني كتير بيئتنا حمايتها لينا سطرا نحارب شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة. نال منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة. نال منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة.
فيها سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا هنقوم حمل التشجيع ونلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة نقوم حمل التشجير نلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة برافو 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 يعطيكم بالصحة يا أطفال عجبتكم الأغنية إذن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع مسؤوليتنا كامل يا أخي إذن بالتشجير لازم نغرسوا الأشجار لازم نحاربوا التلوث ولازم تاني نردوا بالنا باش ما نوسخوش ما نرموش الكوارط لازم نرفضوا الكارت إذا كان في الأرض يا أخي تفضل أروح كلي وش حبيت تعال 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 واسمك؟ إسلام. إسلام، وش حبيت تقول إسلام؟ نبعد الأوساخ. نبعد الأوساخ، برافو 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 وليدي برافو برافو. إذن إبعاد الأوساخ مهم جدا، يا أخي أنتم تحبوا النظافة، النظافة من الإيمان والإيمان من النظافة، يا أخي يا أطفال. أوكي. وش تحبوا؟ تحبوا الشعر؟ عندنا طفل واسمه يوسف، اليوم جبنا الشعر يتكلم عن العلم، العلم ونور والجهل ظلام. إذن نرحبوا كامل بيوسف في هذا الشعر. تفضل يوسف. مرحبا يا أطفال، جيت اليوم نقرأ لكم شعر اسمه العلم. العلم سعي الفتى للعلم عبادة وغاية توصلك إلى السعادة، لأن في العلم سراح الكون والله للعلماء خير عون، لأن العلم هو سلاحك المتين، قوي حريص لا يلين، مصباح ينير لك الحياة، يبعدك عن الجهل والظلمات. تعلم تعلم يا فتى بكل جدارة، بجد وكد ومثابرة، ستصبح طبيبا يداوي المرضى، وأهلك بالطبع عليك يرضى، مهندسا كبيرا يشيد المباني، طيارا محاميا أو فنانا. فسطر حياتك بكل جدارة، بالعلم والعلم لك اعتبارة. برافو 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 يوسف، عطيك الصحة عطيك الصحة على هذه الكلمات القيمة هذه. واش رايكم دركا تحبوا ألعاب الخفة؟ خلاص نروحوا دركا نكلموا ونعيطوا كامل ونرحبوا به عمو نور الدين اللي جينا من مدينة تيارت. إذن عمو نور الدين مرحبا بك مرحبا بك.
برافو 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 عمو نور الدين. عجبكم عمو نور الدين؟ شكرا. اذا يا اطفال واش رايكم دركا، تحبوا الحكايات؟ يلا دركا نروحوا لحكايه النسر الطماع، يلا معايا. اذا يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه النسر الطماع. واحد النهار كان واحد النسر كان في العش ديالو هكذا، وعنده ولادو كانوا جيعانين. عبركم بلي الاب ولا الام ولا كيكونوا ولادو جيعانين يحب دائما يروح يجيب لهم الاكل، ما يحبهمش لانه يحبوهم ما يحبوش يكونوا جيعانين. يا اخي خرج هذاك النسر قال انا لازم نجيب لولادي اكبر سمكه. راح للنهر وقعد من الفوق هكذا يحوس على اكبر سمكه، ما حبش يعني يصطاد سمكه صغيره على قيسه ولا، وقعد يحوس على اكبر سمكه اكبر سمكه. ومن بعد جا واحد الطائر فايت هكذا قال واش راك دير؟ قال نحوس على اكبر سمكه لولادي. قال له بصح علاش؟ قال له ممكن انك تاخذ سمكه صغيره على حسابك ياكلوا اليوم وغدوه ربي يعمل تاويل. قال له لا 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 انا نحب سمكه كبيره من اكبر ما يكون وكذا. قال له رد بالك، قال له اذا كان تحب حوايج كبار هكذا ماكش قادر لهم قادر يكون عندك مشاكل وكامل. قال له لا لا راني عارف واش راني ندير، انا النسر وانا نروح نصطاد اكبر سمكه اكبر سمكه. من بعد كي راح للنهر شاف سمكه كبيره، ومن بعد حاول انه ياخذ هذيك السمكه، ولكن هذيك السمكه كانت كبيره كانت كبيره، كل ما يطلعها هكذا تعاود تهبط، كل ما يطلعها هكذا تعاود تهبط، ما قدرش يطلعها هكذا وتكسر تكسر كاع الجناح تاعو تكسروا، لانه كان دائما في صراع مع هذيك السمكه. هذيك يحب يطلعها هكذا وهي ما تحبش، بعد ترجع للماء ومن بعد يطلعها بعد ترجع للماء، تكسر كامل ومن بعد طاح هكذا، طاح على جنب النهر هكذا. ومن بعد جاء هذاك الطائر قال له شفت؟ قال له قلت لك شوف سمكه صغيره وانت حبيت سمكه كبيره 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 وانت ما قادرش ما تجبدها من النهر. يا عمو يزيد نستخلص من الحكاية أن قليل يكفي خير من كثير يفنى. بالضبط بالضبط بالضبط. بوبي عنده حكم جميلة في الدنيا هذه، واش يقولوا؟ القناعة كنز لا يفنى. الإنسان لازم يكون قنوع يا أخي، دائما الإنسان يقنع بواش كتب له ربي. يا أطفال شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ شكون؟ تعالي بنتي روحي، تعالي تعالي روحي قعدي قدامي. واسمك؟ صوفيا. صوفيا واش هي النكتة تاعك صوفيا؟ كان واحد الخطا ولد مع يماه، هذاك الولد رمى الكوفريط في الأرض، قال يماه نرفدها، قالت له لا لا ما ترفدهاش كخي. رمى الثانية رمى الكوفريط ومن بعد قال يماه نرفدها، قالها لا لا كخي، قالت له لا لا كخي، طاحت يمه قالت له رفدني، قالها لا لا كخي. شو اللي عنده نكته اخرى؟ تعالي اروحي. واسمك؟ علمي ميليسا. ميليسا حكينا النكته تاعك ميليسا. غنية يلا هيا نلعب قبل المغرب، أنسيت كفي اجري خلفي ابعد عني اقرب مني نشد اسمك شغل عقلك. برافو برافو. شو اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال تعال يلا تفضل. واسمك؟ احمد. احمد واش هي النكتة تاعك احمد؟ واحد كان يسوق طوموبيل ومن بعد دار اكسيدون وكي ناض في الكوما حا عينيه، ماذا قال له شكون هذاك من لعبه البيضة اللي ضربني؟ هو عمل الارباك. برافو برافو برافو. اروحي بنتي تعال. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين احكي لنا النكته تاعك. عندي مقوله. عندك مقوله تفضلي بنتي. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد احرز الشرف؟ العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بعرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله اتصف، فايقن العقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف، وقل ربي زدنا علما. برافو برافو. وقل ربي زدني علما. اروحي بنتي تعالي يلا تفضلي. واسمك؟ كوثر. كوثر احكي لنا.
واحد النهار واحد الطفلة قالت لي ما روحي قضي لي، قالت لاني رايحة، طلعت لها قالت لها كي روحي، راحت شافت مول حين وتبيع الحلوى، حت جشات قالت لها وراه الخبز اللي قلت لك جيبيه لي، قالت لها سيت جبتو حلوى. شراتو كامل حلوى. برافو 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 برافو. وش رايكم؟ واسمك بنتي؟ يارا. يارا عندك نكتة ولا وش عندك؟ احكي لنا بنتي، احكي لنا النكتة تاعك. واش واحد كان يمشي يمشي ومن بعد طاح، ايه واسمه؟ قولي يارا. برافو برافو بنتي، برافو. اروحي تعالي اروحي. واسمك؟ امينة. امينة احكي لنا النكتة تاعك امينة. كان واحد طفل مع ماما، هذاك الطفل طاحت له حبه شيبسه، قالت جاها يرفضها، قالت له يما خلاص كلها الشيطان، وماذاك مشى طاحت له حبه زيتونه، قالت جاها يرفضها، قالت له يما خلاص كلها الشيطان، طاحت يما في حفره، قالت له ارفضني يا وليدي، قالت له خلاص كلك الشيطان. وانت يا اسمك؟ بشرى. مروة دراج. اسمك بشرى ولا مروة؟ اسم في الدرع يطولي بشرى. انت اسمك مروة وفي الدرع يطولك بشرى. يا مليح مليح. وش حبيتي تقولي لنا؟ حديث. يلا بنتي تفضلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. برافو برافو، سبحان الله العظيم. يا أطفال كنت تحت عليكم لغز، يلا التحق بالمكان تاعك. ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهرب منه الناس إذا حضر؟ عرفتوه؟ تعال أروح وليدي أروح تعال. واسمك؟ أحمد. وش وجوب؟ الشمس. الشمس؟ لا مش الشمس. أروح يا بنتي. وش هو؟ الزلزال. الزلزال؟ يطلبه الناس إذا غاب، يحبوه يجي. لا هذا الشيء الناس يطلبوه كي يغيب ويهربوا منه كي يجي. أروحي بنتي. وش هو؟ المطر. عودي هقولي لهم شتاء المطر. المطر. برافو بنتي. واسمك؟ منال. أوكي قعدي معي يا منال. احنا اللي يجاوب على السؤال على اللغز تعمو يزيد اللي هو اليوم، ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهربون منه إذا حضر؟ هو المطر. يعني كي ما يكونش المطر نحتاجوه في الزراعة، وكامل يطلبوه الناس يديروا صلاة الاستسقاء وكامل يحبوه، ولكن لما يتحشت نهربوا من هكذا باش نتخباو يا أخي. إذا عمو يزيد يهدي لك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، ونهدي لك كذلك سيدي مع عمو يزيد من حق الطفولة إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. فوالا تفضلي بنتي، بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. وصلنا لواحد الركن انا نحبوه بزاف، هو ركن عيد الميلاد. عندنا اليوم عيد ميلاد دارين. تعالي دارين. ارواحي دارين. ارواحي تعالي دارين. ارواحي بنتي تعالي. اذا عيد ميلادها. ارواحي تعالي. شحال درتي من سنة بنتي؟ سبعة. برافو. إذن أنا فوالا راح نغنوا لدارين عيد ميلادك أحلى عيد، وانتوما أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع دارين. إذن يلا التحقوا بي، عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد.
صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نحلم يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نحلم يا سنة وتعيش أيامها أفراح الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن داغين سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يلا طفي الشمعة برافو 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 يا قبل 100 عام داغين بنتي مبروك عليك إذن يا أطفال أنتم كذلك راح كي تخرجوا منا عمو يزيد يعطيكم شهادة هاد الشهادة هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد تحتفظوا بها كذكرى يا أخي راح دروكي تخرجوا يكون عندكم كاع الشهاده نتاعكم هذه تاع داغين بنتي تفضلي وانتم راح تدوه معكم اليوم يا اخي وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل على نفس التوقيت في نفس القناه باي باي نحبكم لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد